مساء الخير على احلى جمهور في الدنيا، مساء الخير على كل اهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه النهارده من السادسه. تحياتي ليكم. قفلنا صفحه الدوري والاهم العلامه الكامله. يعني انا عارف طبعا انه العرض امبارح ما كانش سيء وما كانش احسن حاجه، يعني خلينا نقول عرض متوسط، درجه جيد جدا، ما بين الامتياز وما بين الجيد في درجه في النص كده، لانه خلينا نقول انه في ايجابيات كتير جدا. انا اللي يهمني اقف معاه النهارده بالتفصيل كلام مستر مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي، وده هتعرض له على مدار الحلقه. لكن انا بشوف الحقيقه انه من ايجابيات ماتش امبارح طبعا بالاضافه 3 بونت، حتى النهارده بتقرب بشكل كبير جدا من لقب الدوري. 3 بونت وصلوك ل 62 نقطه، 62 نقطه اقرب منافس ليك بيراميدز، 58 نقطه يتبقى البيراميدز، 6 مباريات، 6 مباريات اذا حصل فيهم على العلامه الكامله 18 نقطه يوصل ل 78، ده مع يوصل ل 76، انا اسف، 76 نقطه سقف اول او اقرب منافس ليك في بطوله الدوري. يعني انت عندك دلوقتي وانت بتلعب 24 مباراه ومتبقي ليك 10 مباريات 62 نقطه، عشان توصل للنقطه 77 محتاج من ال 10 مباريات دول 5 مكسب بس، 5 مكسب، والخمسه مكسب فوائده مش بس ان هم يحسموا لقب البطوله للنادي الاهلي، لكن كمان يخلوك تخلص السيزون بدري بدري وتريح لعيبتك بدري بدري وتجرب لعيبتك بدري بدري وكل حاجه بدري بدري، واللي جاي بعد نهائي دوري الابطال باذن الله في المتناول وسهل، وسهل من بعده نفتح كل ملفاتنا ونتكلم في كل مشاكلنا ونشوف ازاي هنحضر للاهلي في الموسم الجديد. فجميل انك انت كسبت 9 بونت. نمره 2، شكل واداء النادي الاهلي وهو مش مرضي لجماهير النادي الاهلي الحقيقه كان في منتهى الايجابيه. انت على مستوى الاستحواذ وعلى مستوى صناعه الفرص وعلى مستوى الفرص المؤكده وعلى مستوى الباس، لا في كل حاجه عملتها في الكوره، مشكلتك الوحيده كانت امبارح، ودي يمكن تكون بروفا كويسه، وكويس انه كابتن حلمي طولان لعب بالطريقه دي، لانه ده ممكن يكون الشكل الاقرب لمباراه الوداد في القاهره هنا. قصتك الوحيدة ومشكلتك الوحيدة ودي اللي اتكلم عليها مستر كولر في المؤتمر الصحفي هي فكرة إهدار الفرص السهلة، الفرص المؤكدة. امبارح الأهلي استمرارا لإهدار مسلسل الفرص أو لمسلسل إهدار الفرص، الأهلي مضيع 4-5 أجوان مرتاح، ونتيجة المباراة كانت ممكن تخلص بفارق كبير جدا، لكن في جميع الأحوال عندنا وقت، وخصوصا إنه إحنا اتفقنا إنه اللعب في الدوري يختلف تماما عن اللعب في نهائي دوري الأبطال. هكلم حضراتكم من النهاردة إن شاء الله في السادسة كل يوم لغايه لما يحين موعد المواجهه يوم الحد اللي جاي، المباراه اللي هتقام في استاد القاهره ان شاء الله بساعه 10 مساء، هنتكلم كل يوم عن الوداد ونقرب لحضراتكم الفرقه ونجومها ومديرها الفني الجديد اللي تولى المسؤوليه خلفا لجاريدو فاندن بروك طبعا البلجيكي، اللي ما اعتقدش انه لسه، يعني انت بتتكلم عن مدرب تولى المسؤوليه في 5 مايو، يعني الراجل بيتكلم تقريبا لما يجي ياخد المواجهه هيبقى بقاله شهر، لكنه قدر ينتشر الفريق من مطبات صعبة كتير جدا، يعني قدر يحقق مع الفريق نتائج كويسة جدا في الفترة دي، وبالتأكيد على المستوى الحالة المعنوية الفريق فايق. وأنا قلت لحضراتكم أنه 90 دقيقة الأولى في القاهرة وال90 دقيقة اللي بعدها في الدار البيضاء هتبقى ملهاش أي علاقة بأي حاجة حصلت على مدار الموسم، لا في البطولات المحلية عندهم، هو تأهل اعتقد لنصف نهائي كاس العرش وتأهل طبعا مع الاهلي لدوري الابطال، وما زال بيحتفظ بفرصه، كلام على الوداد طبعا، في المنافسه على لقب الدوري المحلي، لكن كل البطولات دي شيء ونهائي دوري الابطال شيء تاني. النهارده كمان هيكون من ضمن فقراتنا وسفين فاندنبروك طبعا المدير الفني الجديد للوداد، كان واحد من ضيوفنا اللي استقبلناهم واتكلمنا معاهم هنا في السادسه. صحيح في الوقت ده ما كانش بيتولى مسؤوليه الوداد، كان بيتولى مسؤوليه الجيش الملكي المغربي، وده ليه دلالتين الحقيقه. واحد انه مش بعيد عن الكره المغربيه لانه كمان تولى مسؤوليه الفتح الرباطي، فبالتالي الوداد بالنسبه له فريق مكشوف، ما هواش داخل على المسابقه المغربيه او البطوله البطولات المغربيه يجهل الوداد، لا عارف الوداد ووجهه قبل كده وعارف القماشه اللي موجوده فيه وعارف مواطن القوة وعارف مواطن الضعف واشتغل عليها وهو بيلعب في المغرب. طبيعي جدا انك تدرس فرقة وانت بتلعب في المغرب تبقى حافظ صم فرقة زي فرقة الوداد او فرقة زي فرقة الرجاء، لان دول فرقة بتنافس على بطولات وهتواجههم ان عاجلا ام عاجلا، فبالتالي هو صحيح تولى المسؤولية مؤخرا، لكن بالتأكيد
قاري قماشه الوداد كويس قوي وحافظ وعارف كويس قوي امكانيات لعيبته. ده على المستوى المغربي. على المستوى الافريقي راجل عنده سي في حافل في افريقيا، درب فرق كتير على مستوى الانديه، درب كمان منتخبات. صحيح كان يمكن مدرب مساعد لمنتخب الكاميرون في الوقت اللي توج فيه الكاميرون ببطوله افريقيا، لكنه على مستوى الانجازات عنده وعنده علم ودرايه كبيره جدا بالبطولات الافريقيه والفرق الافريقيه. فاحنا كنا استقبلناه هنا في السادسه وعملنا معاه انترفيو يعني عن طريق الفيديو كونفرنس زي ما انتم اتعودتوا او بتشوفوا دايما يعني كل المدربين الكبار ونجوم العالم كلهم موجودين معانا في السادسه. هنا كان واحد من ضيوفنا سفين فان دن بروك المدرب الحالي للوداد المغربي، واتكلمنا معاه عن النادي الاهلي، وهنستعرض جزء افكركم بجزء من الحوار اللي اجريناه معاه على مدار الحلقه. جاموندي بقى الارجنتيني اللي كان مدير فني سابق ل الوداد المغربي ولسان داونز الجنوب افريقي هيكون ضيفنا النهارده لايف في واحده من لقاءاتنا او حواراتنا اللي بنجريها من خلال تقنيه الفيديو كونفرنس. هنتكلم معاه بما انه برضه الحقيقه كان مدير فني لاثنين من عتاوله افريقيا، هيكون ضيفنا النهارده في السادسه. وبيشرفنا طبعا اشرف ممدوح اللي بنستعرض معاه النهارده كل التفاصيل المرتبطه اكتر بفريق الوداد المغربي عشان نقدم لكم صوره مفصله عنه. قبل ما نبدا الحلقه نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. بمناسبه انه تشيلسي اعلى فواتير الانديه الانجليزيه في قصه الاجور بوتشيتينو، اول ما تم الاعلان عن توليه مسؤوليه المدير الفني او منصب مدير فني في فريق تشيلسي، كان اول قرار لي استبعاد للجوهره البرتغاليه جواو فيليكس. انا بشوف جواو فيليكس حقيقه من اهم المواهب الواعده يعني في، وهو كان راح تشيلسي على سبيل اعاره، لكن قرار الحقيقه انا استغربته بشكل كبير جدا. لكن طبعا كل مدير فني ليه طريقه لعبه وليه مطلق الحريه في تحديد الاوراق والامكانيات اللي هو محتاج يشتغل بيها عشان يحقق اهدافه، وده سيناريو ياخدنا الماتش امبارح، مش بس ماتش امبارح، كل ماتشات الاهلي في الفتره الاخيره. خلينا متفقين بلغه الارقام بتقول، عشان لغه الارقام ما بتكذبش وملهاش علاقه بالاراء ولا بالوجهات النظر ولا بالتنظير، لغه الارقام بتقول انه الاهلي تطور بشكل كبير جدا هجوميا ودفاعيا. الاهلي على مستوى قاره افريقيا هو الاكثر تسجيلا، الاكثر احرازا للاهداف، وعلى مستوى طبعا الدوري المحلي تتكلم على اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع. فكل الارقام بتقول انه في تطور كبير جدا لامكانيات النادي الاهلي الهجوميه وامكانيات النادي الاهلي الدفاعيه. حسن توظيف، اعاده توظيف، الراجل اشتغل ازاي؟ الراجل اشتغل صح. ومهمه اي مدير فني في الدنيا، ان الراجل اتسال في الحته دي كتير امبارح قوي في المؤتمر الصحفي، مهمه اول مدير فني في الدنيا انه يحلل الفريق المنافس ويشوف طريقه لعبه ويقدر يعرف فين يعني نقاط القوه عنده عشان يعرف يحط لها حلول ازاي يوقفها، وفين نقاط الضعف عشان يقدر يحط التكتيك ويحط التشكيل ويحط الطريقه ويحط التحركات ويدي التعليمات اللي تخلي ال11 لعيب بتوعه او ال10 لعيبه بتوعه اللي في ارض الملعب يتجاوزوا ال10 لعيبه التانيين اللي موجودين في الفريق المنافس ويوصلوا للثلاث خشبات ويبقى فيه فرصه هدف مؤكد، فرصه هدف مؤكد. ده اللي الاهلي بيعمله عن جداره واستحقاق تقريبا في كل ماتشاته. لما تقارن، وواحده من النقاط اللي احترمته فيها جدا امبارح قال انه احنا صحيح قدمنا عروض قويه وسجلنا عدد كبير جدا من الاهداف، لكن لما تيجي تقارن نسبه الاهداف اللي سجلها النادي الاهلي مقارنه بعدد الفرص المؤكده اللي قدر يخلقها النادي الاهلي هتلاقي ان في مشكله. الراجل اعترف بده امبارح. على مستوى الخطوره والفعاليه تقدر تقول انك عندك فريق خطير وفعال ويقدر يوصل لمرمى اي خصم بكثافه، مش مره ولا اتنين على مدار المباراه، لا لمرات كتير تقدر تخليه انه يخلص اي مباراه بسكور تقيل. احنا النهارده بنتكلم على انه الموسم ده الاهلي لم يجد اي معاناه في ان هو يسجل ثلاث اهداف في عدد كبير من المباريات مع خصوم او منافسين، ما بحبش كلمه خصوم، مع منافسين من العيار الثقيل سواء محليا او افريقيا. ده حصل مع الترجي في ارضه، حصل مع الزمالك المصري، حصل مع بيراميدز، حصل مع الاسماعيلي، حصل مع سموحه، حصل مع الهلال السوداني، حصل مع القطن الكاميروني بره ارضك، وتكرر كتير كتير. فبالتالي انت على مستوى الفعاليه والخطوره تقدر تخلق الفرص اللي
تساعدك على انك انت تسجل هدف مؤكد. فكره بقى اهدار الفرص، عدم التركيز، عدم الشراسه على حد تعبير مستر كولر، دي ما اعتقدش انه المدرب او المدير الفني مسؤول عنها بشكل كبير، لانه الكور دي مش مجرد تدريب، انت ممكن تحط، وانا متاكد انه اللعيبه يعني الفرص اللي تم اهدارها امبارح لو اتحطت لكهربا او اتحطت لبيرسي تاو او اتحطت لعبد القادر 10 مرات في التمرين، في 9 مرات هيجيبوها جول. ما فيهاش كلام، انت بتتكلم على فرص واضحه وصريحه، فرصه هدف مؤكد، تعرفها كده، فرصه هدف مؤكد، اللاعب واصل لمنطقه قريبه جدا من الثلاث خشبات، الطريق قدامه مفتوح والمطلوب منه يحط اللمسه الاخيره، وهي اللمسه الاخيره دي اللي هتكون صداع اعتقد في راس مستر مارسيل كولر من هنا لغايه يوم الاحد اللي جاي الساعه 10 بالليل. على كل الاحوال الراجل قرر انه النهارده مفيش راحه، من النهارده هيبدا تمرين النادي الاهلي او تبتدي استعدادات النادي الاهلي لمواجهه الوداد ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي. ومش بطمنك بس بفهمك او بقول لك عشان تبقى عارف ان الوداد ايضا يعاني، وده يمكن القاسم المشترك بين الفرقتين في التوقيت الحالي. تصريحات سفين فاندن بروك بعد ماتش الوداد امبارح اللي كسب فيه في المغرب في الدوري 2-0، اعتقد كسب المغرب التطواني تقريبا 2-0 تقريبا، يعني مش عارف اذا كان بيلعب ولا لاعب فريق تاني، بس هو كسب 2-0. لكن انا اللي لفت نظري او اللي وقفت عنده تصريحات فاندن بروك انه مش راضي عن لعيبه الوداد ومش راضي عن المستوى اللي ظهر بيه الوداد رغم الفوز. الاثنين مدربين البلجيكي والسويسري اتفقوا في الجزئيه دي، وبالتالي المغرب التطواني فعلا كسب 2-0 في مواجهه المغرب التطواني، وكان الشوط الاول شوط تقريبا مغلق، فشل الوداد ان هو يسيطر عليه او انه يكون ليه اي خطوره، وهو قال انه كان مستاء جدا، بس قال انا توليت المسؤوليه من شهر، واعتقد انه قياسا بالفتره اللي انا توليت فيها احنا في حاله معنويه جيده جدا ويمكننا الاستعداد لمباراه الوداد. وخلي بال حضرتك كمان انه هو بيتكلم حتى لما سالوه في المؤتمر الصحفي عن مباراه الاهلي والوداد قال لك مفيش حاجه اسمها مقدمات، كل ما سبق قبل بدايه المواجهه يوم الاحد اللي جاي ملوش علاقه بنتيجه المباراه، وانا بشوف على والكلام على لسانه انه فرص الاهلي والوداد 50-50 في المواجهه دي سواء في القاهره او في كازابلانكا. وخلي بالك مفيش مواجهه فاصله، يعني انا طبعا اتمنى انه على الاقل واحنا بنفكر في ال 90 دقيقه اللي جايه دي انك تفكر انه النهائي من جوله واحده، انه النهائي هنا بس في القاهره. طبعا في مواجهه تانية في كازابلانكا، بس لو انت اتعاملت مع النهائي على انه مباراه واحده وتقدر تحقق سكور كبير هنا في القاهره يريحك بشكل كبير، وانت النهارده لما عملت سكور كبير جدا مع الترجي في تونس جيت لعبت هنا بمنتهى الاريحيه، لا كان في ضغوط ولا كان في عصبيه ولا كان في اي شد من اي نوع، بالعكس كنت مرتاح جدا وحاسس انك قريب من حسم اللقاء، وبالتالي قدمت واحده من اجمل مبارياتك في الموسم ان لم تكن اجملها على الاطلاق. ماتش الترجي في القاهره هنا على الرغم انك سجلت هدف واحد هنا وثلاثه في تونس، بس انا بشوف كوره الاهلي هنا في القاهره احلى مباراه استمتعت بيها الاهلي من زمن طويل. فبالتالي لو تعاملت مع مباراة الوداد يوم الحد اللي جاي انها نهائي من جولة واحدة وقدرت ان شاء الله انك انت تستغل بقى كل فرصة، هو ده التحدي اللي قدام مستر كولر ان هو يشتغل عليه في الفترة اللي جاية، ازاي تستغل انصاف الفرص في التسجيل لانه قد لا تتكرر، والوداد هيجي بكامل استنفاره وبكامل قوته وبكامل عنفوانه عشان يحاول يطلع بأفضل نتيجة ممكنة، فهي مباراة قتال لا شك في القاهرة يوم الأحد اللي جاي، وبالتالي إزاي تشتغل على إنك أنت تستغل أنصاف الفرص ويكون في تركيز شديد وكبير في اللمسة الأخيرة، هو ده التحدي قدام النادي الأهلي ونحن بإذن الله قادرين عليه في الأيام القادمة. طيب خليني زي ما قلت لكم الاهلي بيواصل تدريباته بدايه من النهارده، وهنتابع مع حضراتكم لو التمرين او لو تدريب الاهلي بدا اثناء الحلقه، هنتابع مع حضراتكم ونتعرف على اخبار تمرينه الاهلي النهارده. خليني اقول لكم كمان مستر مارسيل كولر طلب تقرير طبي مفصل من دكتور احمد ابو عبلة فيما يتعلق بحاله اللعيبه اللي كانت غايبه الفتره الاخيره نتيجه اجهاد او نتيجه اصابات، اهمهم وابرزهم محمد شناوي، علي لطفي، حمدي فتحي. تدريب بكره
حاسم جدا وهيوضح كتير من الامور، وان شاء الله نطمن فيه على الثلاث لعيبه. معلوماتي بتقول انه ان شاء الله باذن الله الثلاثه احتمال كبير جدا يشاركوا في تمرين بكره، وباذن الله الثلاثه هيكونوا جاهزين قبل مباراه الوداد. طيب نروح للمؤتمر الصحفي بتاع مستر مارسيل كولر. واحد، الراجل اكد انه الفوز في التوقيت ده كان مهم جدا، وانا طبعا كلنا متفقين معاه. ما كنتش محتاج نتيجه غير الفوز، حتى لو جه متاخر وحتى لو كانت نتيجه بهدف وحيد. اتكلم على انه راضي جدا على الفوز، لكنه ومنتهى الصراحه الحقيقه زي ما عهدناه، وده شيء انا بحترمه جدا في مارسيل كولر، انه ما بيحاولش يجمل الاشياء او يدي الاشياء اكبر من حجمها. كان ممكن جدا جدا يطلع يقول انه احنا ادينا المباراه دي باقل مجهود ممكن حفاظا على لاعبينا، لان احنا رايحين لمباريات اهم. لكن هو قال لك لا، انا راضي جدا عن النتيجه، ولكن انا غير راضي عن اداء اللعيبه. وده يقول لك انه كلامه مع اللعيبه قبل ما ينزلوا الملعب، على الرغم الحقيقه انه يعني انت ما تقدرش تقول ان كان في تقصير او كان في اداء سيء، بالعكس انت استحوذت. انا فاكر انه احصائيه الاستحواذ في وقت من اوقات المباراه وصلت 73 او 74% مقابل 26 او 27% سيراميكا، فانت استحوذت، والمباراه كلها كانت في ملعب سيراميكا كليوباترا تقريبا باستثناء فرصه صلاح محسن اللي كان شوبير فيها عند الميعاد. الكره دي رفعت اسهم مصطفى شوبير السما عند جماهير النادي الاهلي، واكدت انه شوبير قادر على حمايه النادي، مرمى النادي الاهلي في اي وقت الاهلي يحتاجه فيه. وناس كتير جدا بتراهن على شوبير وبتقول ان شوبير مظلوم باسمه، وانه مصطفى لو كان اسمه حاجه تانية كانت فرصته بقت اسهل كتير جدا مع اي فريق مش بس مع النادي الاهلي. لكن الحقيقه في كل دي كره شوبير وكره صلاح محسن، انفراد صريح تالق فيها واراها وتحرك وطلع في توقيت مثالي وتعامل مع سرعه، في هنا ريفلكس، سرعه رد فعل عالي جدا في الكوره. الكوره دي صعبه على اي حارس مرمى يا جماعه، وفي توقيت صعب، لكن هو طلع الحقيقه عليها وحش صغير، يعني بيفكرنا بشوبير في مع الاهلي طبعا زمان. على كل الاحوال نيجي بقى للخطوره والاستحواذ اللي كنت بتكلم فيهم. هو قال لك انا مش راضي عن الاداء، انا بشوف انه الاهلي يمكن الجزئيه الوحيده اللي اخفق فيها لعيبه النادي الاهلي امبارح هي اللمسه الاخيره، ما عدا ذلك وكان الى حد ما مقارنه بالاداء الرائع اللي كان كنا بنشوفه من الاهلي قبل كده في ماتشات ثانيه، يمكن الريتم انخفض شويه. يعني خلينا نتفق ان سرعه وايقاع اللعب مش ده اللي وصل له الاهلي لغايه مباراه امبي، مباراه الرجاء هناك، مباراه الترجي هناك، مباراه الترجي هنا، مباراه امبي هنا، كان افضل ايقاع وسرعه اداء ونقل هجمه للاهلي في الموسم كله. كنت تقدر تقول وصلت للبيك، لقمه المنحنى، الكيرف كان في اعلى مستوياته. حصل دروب في مباراه الجيش، وحصل دروب شويه في مباراة سيراميكا امبارح. وبالتالي خمس ست ايام هتشتغل فيهم من النهارده على انك انت ترجع بالكيرف لاعلى مستوياته قبل ما تروح لاهم، دايما بأطلق عليها اهم واصعب مواجهه الموسم ده، اهم واصعب مواجهه الموسم ده. 180 دقيقه مفيش في الموسم اي مباراه على مستوى اي بطوله تضاهيهم لا في الاهميه ولا في الصعوبه، فبالتالي محتاجين نوصل لافضل حالاتنا، افضل مستويات تركيزنا، افضل تشكيله لينا، افضل حاله معنويه لينا وبدنيه وفنيه، عشان ان شاء الله باذن الله نحسم من القاهره، نحسم من القاهره. احترم صراحه مستر مارسيل كولر، انا مش هتكلم على اسماء لان هو اتسال على اسماء تاني، وطبيعي يا جماعه جدا مفيش مدير فني في الدنيا ممكن يحب وممكن يكره الا لو حصل موقف يؤدي الى ذلك. لو حصل تصرف يؤدي الى ذلك، ما عدا ذلك اي مدير فني في الدنيا لازم مش هيفكر مرتين اذا كان شايف انه في ورقه معينه ممكن تكسبه او توصله اللي هو عايزه يحرمها من المشاركه. فبالتالي فكره الاسئله عن مين بيشارك مين مش بيشارك، راجل كان واضح وصريح في كتير من المؤتمرات الصحفيه، ومش عارف ليه في اصرار من الزملاء او بعض الزملاء الصحفيين على تكرار نفس الاسئله في كل مؤتمر صحفي. راجل قال لك انا ما عنديش اساسي وما عنديش احتياطي، انا عندي اوراق بستخدمها في التوقيت طبقا لحالتهم في التدريب، وبالتاكيد مش ممكن اجي على لاعب لحساب لاعب تاني مهما كان السبب. انا همي في الاول والاخر هو الفريق، ان انا اكسب وان انا احقق افضل نتيجه ممكن. طيب
خلينا نقرب شويه من النهائي دوري الابطال بعيون يعني مدير فني كان الحقيقه بيتولى مسؤوليه الوداد المغربي في وقت من الاوقات، وايضا تولى مسؤوليه سان داونز، وبالتاكيد واحد من كان من اكبر مدربي القاره الافريقيه، وبالتاكيد وجهه نظره في اللقاء اللي هيجمع بين الاهلي والوداد في نهائي دوري الابطال تهمنا جدا ويهمنا ان احنا نسمعها، هنقابله في السادسه بس بعد الفاصل. واحد من كبار مدربي القاره الافريقيه الحقيقه اللي تألق مع اثنين من العتاولة، اثنين من كبار الأندية، الأرجنتيني ميغيل جاموندي مدرب سابق لسان داونز والجنوب أفريقي والوداد المغربي، هو ضيفنا في السادسة. بداية بشكرك على مشاركتك معنا وأهلا وسهلا بك في السادسة. مرحبا بالجميع، شرف كبير لي أن أتواجد على قناة الأهلي مرة ثانية. دعني أقول، خليني ابدا معاك من دوري ابطال افريقيا، وبالتاكيد هي بطوله مش غريبه عليك، هل تابعتها الموسم ده وايه تقييمك ليها بشكل عام؟ نعم بالطبع، انا دائما اتابع دوري ابطال افريقيا، ولهذا الموسم أعتقد أن المستوى لم يكن في أعلى حالاته كما كان في السابق، ولكن المسابقة الآن مؤخرا تتطور، المباريات أصبحت أكثر صعوبة للفرق الكبيرة، ولكن في النهاية تأهل أفضل فريقين، وأيضا كما شاهدنا في ربع النهائي شاهدنا مستوى رائع للنادي الأهلي حتى وصوله للنهائي. حتى اللحظات الأخيرة وتعليقا على مشوار الناديين الكبار وصولا لمباراة نهائي دوري الأبطال اللي هتبدأ بالجولة الأولى يوم الحد القادم في القاهرة، الوداد المغربي وأنت كنت توليت مسؤوليته طبعا كمدير فني قبل كده، تأهل بشق الأنفس سواء حتى في الأدوار الإقصائية أمام سيمبا بركلات الترجيح أو أمام سان داونز بتعادل خارج الارض، في حين انه الاهلي واجه اثنين من كبار القاره الرجاء والترجي وقدر ان هو الحقيقه يحقق نتائج كبيره سواء خارج الارض او داخل الارض، ازاي بتشوف مشوار الفرقتين وتاثير ده على فرصهم في نهائي البطوله؟ نعم كان مشوارا صعبا للنادي الأهلي. الأهلي واجه فريقين من أكبر الفرق في أفريقيا، حينما واجه الرجاء وواجه الترجي أيضا في قبل النهائي لم يكن الأمر سهلا، وأيضا الوداد لعب أمام فريق سيمبا، لن أقول أن سيمبا فريق صغير ولكن كان الأمر مختلفا، كانت مباراة معقدة وصعبة، وحتى أمام سان داونز لم يخسر أي مباراة هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا، ولم يخسر حتى أمام الوداد. أعتقد أن الوداد لم يقدم أفضل كرة أفضل من سان داونز، ولكن هذه هي كرة القدم، أنت تلعب حتى آخر دقيقة في البطولة، أنت مطالب بالفوز، مطالب بالتأهل، مطالب بأن تضع الكرة في الشباك، وهذا الموسم الوداد ليس نفس الفريق كما كان في الماضي، يفتقدون إلى المثابرة والاستمرارية. حتى المدافع أشرف داري يفتقدون الوداد قام بتغيير 4 مديرين فنيين هذا الموسم، فهذا لا يدعو للثبات في المستوى والاستمرارية على حسن الأداء، ولكن وإذا رأينا الأهلي الآن يحرز بمعدل هدفين كل مباراة أو 3، الأهلي لديه فريق هجومي أقوى، الأهلي الآن أحرز 14 هدفا في البطولة والوداد 7 أهداف، هذا ليس معدل جيد للوداد، الأمر مختلف بين الوداد والأهلي، الوداد يجب عليه أن يكون أكثر غيرة على تاريخه وأن ينظر إلى فرق مثل الأهلي وسان داونز، لديهم الوداد الآن لديهم دفاع ليس بنفس القوة كما كان في الماضي،
أستطيع أن أقول أن الوداد أستطيع أن أقول أن الجمهور سيساعدهم في كازابلانكا، ولكن ليس الحال كما الأهلي. فالأهلي الآن الأهلي فازوا بنهائيات كثيرة من قبل، وأستطيع أن أقول أن من المنطقي أن نرى الأهلي بأداء أفضل ويفوز بالكأس. طيب خليني أخذك لمقارنة الناس كلها بتتكلم عليها، لأن احنا بنتكلم على نهائي تقريبا يعتبر نهائي مكرر السنة اللي فاتت. صحيح طبعا ما كانش فيه مساواة أو ما كانش فيه تكافؤ فرص أو عدالة في نهائي دوري أبطال أفريقيا في الموسم اللي فات، واتلعبت المواجهة من مباراة واحدة أقيمت في المغرب على أرض الوداد وبين جمهوره. لكن لو اتكلمنا كورة، لو اتكلمت مقارنة بين مواجهة الأهلي والوداد في نسخة الموسم الماضي من نهائي دوري الأبطال أفريقيا والنهائي المنتظر في نهائي البطولة السنة دي، إيه الفوارق أو الاختلافات بين المواجهتين من وجهة نظرك؟ I'm agree with you. نعم أنا أتفق معك فيما قلت. هذا النهائي أكثر عدالة من سابقه. أن تلعب مباراتين ذهاب وعودة أمر جيد، ولكن أستطيع أن أقول أن الأهلي الآن تحسن كثيرا على مستوى جميع المراكز. الأهلي تحسن كثيرا. الأهلي لديه الآن عقلية الفوز أكثر مما مضى. المدير الفني خلق حالة من ثبات المستوى أفضل مما مضى. على الجانب الآخر الوداد ليس نفس الفريق الذي شاهدته في العام الماضي. فقدوا الكثير من اللاعبين، وتغيير المديرين الفنيين أستطيع أن أقول أن هذا خطأ كبير وقع فيه الوداد. هذا يؤثر على العقلية الفنية للاعبين، فالعقلية الفنية لكل مدرب تختلف عن الآخر، وهذا يؤثر على اللاعبين. ولكن الآن يوجد اختلاف كبير بين الأهلي والوداد على مستوى الهجوم. كم الفرص التي يخلقها ويستغلها فريق الأهلي؟ فالمستوى الفني على مستوى الهجوم تحسن كثيرا، ونرى هذا في معدل الأهداف. الوداد الآن لديه مشكلة كبيرة في إحراز الأهداف، وأيضا استقبال الوداد للأهداف، يستقبلون أهداف بشكل كبير. مواجهة سان داونز كانت مختلفة، وأيضا مواجهة الأهلي أمام سان داونز كانت مختلفة، ولكن الأهلي أفضل على مستوى الدفاع. بالنسبة لي لأكون واضحا، يوجد فارق كبير بين جودة اللاعبين على مستوى الهجوم بين الوداد والأهلي. في رأيك وفي ظل الظروف اللي انت اتكلمت عليها وتغيير الأجهزة الفنية وتولي سفين فاندنبروك المسؤولية الفنية أو القيادة الفنية لفريق الوداد، ايه هو السيناريو اللي ممكن يلجأ له فريق الوداد لمواجهة الأهلي في القاهرة؟ هل تتوقع انه يكون سيناريو متحفظ؟ هل سيأتي الوداد للقاهرة للخروج بأقل الخسائر في محاولة منه الحصول مثلا على تعادل أو أنه يخطف هدف أو على أقل الخسارة بأقل نتيجة ممكنة، ولا تتوقع أن الوداد هيجي عشان يهاجم الأهلي هنا في القاهرة ويحقق نتيجة تحسم البطولة أو تحسم اللقب قبل مباراة العودة في كازابلانكا؟ حسنا، لا أعرف في الحقيقة عقلية المدرب الحالي، ولكن لا أعتقد أن الوداد سيهاجم الأهلي في القاهرة. نعم سيحاول أن يحافظ على أفضل نتيجة له في القاهرة كما رأينا في قبل النهائي، وكما رأينا أيضا أمام سيمبا. الوداد يلعب بأقصى قوة على أرض الخصم، ولكن يوجد بعض التغيرات في عقليات اللاعبين الآن. نعم الوداد الآن سيحاول أن يحافظ على التعادل وألا يستقبل أهداف وألا يقع في الخطأ أمام الأهلي. أنا أراهن أن الوداد
الوداد على المستوى الهجومي لن يكون أفضل في أفضل أحواله. في رأيي أن المباراة ستكون على هذا المنوال، سيكون أمرا صعبا للوداد في القاهرة، ومئة بالمئة الوداد سيحاول حسم اللقب في كاسابلانكا. أنا عارف أنه في النهاية المواجهة 11 في مواجهة 11، لكن من وجهة نظر ميغيل جاموندي، مين هي أو مين هم مفاتيح اللعب الأهم في الفرقتين من وجهة نظرك؟ مين اللاعبين اللي عندهم قدرة أن هم يصنعوا الفارق في مواجهة بمنتهى الصعوبة زي نهائي دوري أبطال أفريقيا في الوداد وفي الأهلي؟ فلسفتي الكروية هي أن الفريق هو مفتاح اللعب، الفريق ككل، ولكن حينما أشاهد الأهلي في رأيي الخاص لديكم الشناوي بالطبع، علي معلول وحسين الشحات أيضا، كهربا بيرسيتاو، ويوجد أيضا لاعب أدهشني كثيرا محمد عبد المنعم هو مفتاح لعب، وأيضا حمدي فتحي في منتصف الملعب، وأليو ديانج. هؤلاء اللاعبين هم الآن في أفضل حالاتهم مع النادي الأهلي. وأكرر أن الوداد الآن لديه يحيى جبران، ولكنه ليس في أفضل حالاته كما كان في السابق، وأيضا الحسوني، وأيضا الجناح الجزائري. أنا أشاهد البطولة المحلية وألاحظ أن زهير المترجي الآن كان لديه إصابة طويلة ولكن عاد من الإصابة. أعتقد أن هؤلاء اللاعبين هم مفاتيح اللعب، وأيضا المهاجم السنغالي سامبو هو أصيب في قبل النهائي في المباراة الأولى، ولكن أعتقد الوداد ليس في أفضل مستوى، لكن أستطيع أن أقول أن هذه هي مفاتيح اللعب بالنسبة للأهلي وبالنسبة للوداد، ولكن بالنسبة للوداد ليس الأمر كما كان في السابق. بالنسبة ليحيى جبران لم نره كما كان في بطولة السابقة، لم نرى أفضل مستوى له. أنا عملت مع هؤلاء اللاعبين لم يكن وقتا طويلا، كان لمدة عام، ولكن كان لديهم عقلية قتالية في الملعب أكثر من ذلك، ولكن الأمر اختلف بنسبة 100%. على جولتين، الأولى في القاهرة والثانية في الدار البيضاء، هيكون حسم لقب دوري أبطال أفريقيا. فرص كل فرقتين من وجهة نظرك، هل بتظن أنها فرص متساوية، ولا بتشوف أنه الكفة بتميل يعني لفريق على فريق آخر؟ لا، كما قلت هذا نهائي، لدينا فريقان كبيران الوداد والأهلي، ولكن المنطقي، وجهة نظر المنطقية، أعتقد أن الأهلي سيكون متسيد في المباراتين على الوداد. لا أحب أن أتنبأ، ولكن بطبيعة الحال إذا نظرنا إلى حيثيات المباراتين، الأهلي سيكون البطل القادم لأفريقيا. المدرب الكبير ميغيل جاموندي، طبعا بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، وشكرا على ظهورك على شاشة قناة النادي الأهلي للحديث عن نهائي دوري الأبطال. نتفائل الحقيقة برأي ميغيل جاموندي، لأنه واحد من أصحاب الخبرات الكبيرة الحقيقة والعريضة في قارة أفريقيا وداخل المغرب نفسها، لما كان تولى مسؤولية الوداد المغربي، وأيضا واحد من كبار القارة لازم تحط دايما سان داونز كواحد الحقيقة من أفضل فرق قارة أفريقيا. دي كانت وجهة نظره وكانت رؤيته فيما يتعلق بنهائي دوري الأبطال. هنسمع رأي واحد من نجوم الأهلي بقى، نتكلم معاه ونفتح الملفات نفتح الاوراق، مجهزين لكم حاجات كتيره يمكن اللي ما تابعش مشوار الوداد المغربي على مدار الموسم الحالي، وتحديدا في البطوله المحليه او في دوري ابطال افريقيا، هيعرف تفاصيل اكتر معانا ومع نجمنا النهارده في السادسه كابتن اشرف ممدوح، لكن بعد الفاصل.
ده معناه انه التدريبه بدات. زي ما قلت لكم مستر مارسيل كولر قرر ان هو يواصل تدريب بدون ما يدي راحه للاعيبه استعدادا لمباراه الوداد. وطبعا هنتابع كل التفاصيل خاصه بتدريبه النهارده، بس خلوني ارحب بضيفي النهارده. ها هو قد عاد بعد غياب عشان ينور طبعا السادسه، متالق متانق كعادته، كابتن اشرف ممدوح ضيفنا ونجمنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا كابتن اشرف. حبيبي احمد، دايما انت المتالق، وسعيد دايما بوجودي معاك، وان شاء الله يكون كالعاده ان شاء الله وشنا خير باذن الله. اخر مره اتقابلنا كان قبل الدور قبل النهائي، صح؟ صحيح، مظبوط مظبوط. كان في حاجه حصلت بيننا؟ انا دايما لا انا بعترف على طول. عموما احنا كنا تراهنا انه على مباراه الوداد وسان داونز فعلا، ويعني انا كنت برجح كفه سان داونز نظرا انه بالفعل انا وانت متفقين ان سان داونز من اقوى الفرق في افريقيا حاليا يعني، لكن واضح ان الوداد برضو عنده خبرات وعنده طبعا. انت عارف انا كنت باني يعني التوقع ان الوداد هو اللي هيعدي ازاي، رغم انه يمكن لو سالت 99% من قاره افريقيا كلنا كنا مين هيكسب، صحيح، الوداد ولا سان داونز، ومين هيتاهل للنهائي في مواجهه الاهلي، 99% من الناس هيقول لك سان داونز لانه مباراه العوده كمان في جنوب افريقيا. في جنوب افريقيا. لكن انا كنت مراهن على التعادل السلبي. يعني فكره انه الوداد ما استقبلش او ما دخلش في شباكه اهداف في مباراه المغرب، انا بيتهيألي كانت دي الحته اللي اشتغل عليها ونجحوا فيها الحقيقه بصراحه. نقطه فرقت معاهم كتير طبعا. طبعا. وديتهم ثقه كبيره جدا، والوداد من الفرق الحقيقه اللي عندها خبرات كبيره، وبقى عندهم شوف في كرة قدم احيانا بيكون الكعب العالي ده شويه، يعني اللفظ بالبلدي شويه، لكن في كرة قدم ممكن يبقى كعبك عالي على فرقه معينه، لكن ان شاء الله احنا دايما النادي الاهلي بيقدر يكسر الحواجز دي. مش عارف ليه بالذات الدور قبل النهائي، يعني لما بنوصل الاهلي النهائي بيبقى في طرفين بيلعبوا قبل نهائي تاني، فمعرفش ليه القرون الاستشعار بتطلع. يعني لو تفتكر برضو النهائي بتاع الاهلي وكايزر تشيفز، كل العالم كان شايف انه الوداد هو اللي هيوصل لمواجهه الاهلي في المباراه النهائيه، وانا الوحيد اللي كنت شايف انه كايزر تشيفز هو اللي هيعدي من الوداد، وقد كان مع يعني عموما انا خسرت الرهان وجاهز لتنفيذ. هو على العموم يعني اي حد بيقعد مكانك هنا بيخسر، ما يعني مش لوحدك يعني. نور الدنيا يا اشرف. حبيبي يا احمد، ربنا يخليك. طيب خلينا، ايه رايك بما انه احنا يعني ابتدينا نستقبلك ببدايه التمرين بتاع النادي الاهلي النهارده، خلينا نروح للتمرين ونشوف كده ايه الاخبار. وزميلنا هناك اعتقد كريم اللي موجود النهارده، زميلنا كريم احمد فعلا هو اللي موجود في نادي الاهلي في الجزيره، بيتابع لحظه بلحظه عوده الاهلي التمرين. اغلقنا ملف الدوري الحمد لله العلامه الكامله، ودي نقطه مهمه جدا قربتنا من حسم اللقب، وما صدرت لناش اي توترات او مشاكل قبل ما نروح للنهائي الاهم او البطوله الاهم واللقاء الاهم مع الوداد يوم الاحد اللي جاي. خلينا نروح لكريم نطمن على التمرين ونطمن على حاله الثلاثه اللي طلب مستر كولر من دكتور ابو احمد ابو عبله تقرير طبي بتفاصيل حالتهم، الشناوي وعلي لطفي وحمدي فتحي. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يعني بنبارك بالتاكيد لفريق النادي الاهلي في المباراه الماضيه مباراه سيراميكا كليوباترا، ويمكن زي ما انت اكدت تم غلق الملف بالكامل في بطوله الدوري العام، والدوافع المتجدده بقى والرغبه والحماس والجديه وكل اي حاجه عايز تقولها زميلي احمد واي حاجه عايز اقولها جمهور النادي الاهلي هتشوفها في خلال التدريبات الفتره القادمه، لان هو حلم كبير جدا جدا لكل جمهور النادي الاهلي. زي ما انتم عارفين طبعا النادي الاهلي للمره الرابعه على التوالي بيصل للمباراه النهائيه، والمره ال 16 في تاريخه، يعني فخر كبير جدا جدا لما بنشوف الارقام والاحصائيات دي. ده بيرجع للمجهود الكبير والتكاتف والشغل الكبير جدا اللي بيبذل مجلس اداره النادي الاهلي، والمناخ الطيب جدا جدا اللي بالتاكيد بيساعد بشكل كبير في الحصول على البطولات. يا رب ان شاء الله بمشيئه الله يكون شوط اول دسم في اهداف، في حماس، في جديه جدا، وطبعا الشوط الاول هنا في القاهره، والشوط الثاني في المغرب له حسابات عديده جدا طبعا ان شاء الله باذن الله مع الجهاز الفني وتحديدا مستر كولر. اطمنك ونطمن بقى كل جمهور النادي الاهلي، وخلاص بناكد على هذا الخبر لان احنا شفنا هؤلاء اللاعبين في التدريبات بيادوا الجرعه التدريبيه الكامله على راسهم. الشناوي اللي بيعلن جاهزيته بكل قوه بمشيئه الله للمباراه الاهلي والوداد النهارده، بياخد جرعه تدريبيه كامله بالنسبه طبعا لحراسه المرمى، بجانبه ايضا كمان علي لطفي اللي بيتدرب ايضا النهارده كمان، ويمكن بعض الهايلايتس هتكون متواجده طبعا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي للتاكيد على جاهزيه علي لطفي والشناوي، وحط جنبيهم كمان حمدي فتحي اللي النهارده ايضا كمان بيشارك في التدريبات. كنا حابين نطمن بشكل كبير جدا على الثلاثي، وايضا كمان نطمن على كل اللعيبه في مباراه الامس، لان انت كان في التحامات كبيره جدا زميلي احمد، شفنا السولية محمد هاني بعض التدخلات، الحمد لله باكد لك على جاهزيه كل اللاعبين، رغم يمكن تعرف كل اللعيبه اللي شاركت في مباراه الامس
النهارده بتعمل استشفاء بشكل قوي، حاجه مميزه جدا لمستر كولر. الراجل كان هيحاول يديهم النهارده راحه، لكن الجانب الطبي مهم جدا. دكتور احمد ابو علا الحقيقه بالتنسيق مع الجهاز الفني قال لا لابد يكونوا متواجدين يعملوا الريكفري والاستشفاء والتدليك وكل الامور دي على ان تكون غدا راحه تامه لكل لاعبي النادي الاهلي. وبعد غد ان شاء الله باذن الله تبدا بقى التحضيرات الفنيه والاداريه، سواء باستقبال طبعا فريق الوداد اللي اكيد طبعا في جانب اداري مهم جدا طبعا هنا بقياده دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي وجهاز الكور، ان يكون في استقبال مميز كالعاده. اي حد بيجي لمواجهه النادي الاهلي بيكون في استقبال واهتمام كبير جدا على ان تكون المعامله بالمثل في مباراه العوده مباراه الوداد. كل الامور الحقيقه طيبه جدا زميلي احمد. النهارده مستر كولر بقى مركز مع كل المجموعه اللي ما شاركتش في المباراه الماضيه بجرعه تدريبيه كامله، هنكون في تقسيمه شوتينج كروسات في جزء بدني كمان من اندرياس مخطط الاحمال. اجواء مطمئنه جدا يا رب ان شاء الله حاله الحماس الكبيره جدا جدا اللي بنعملها تكون مع فريق النادي الاهلي خلال الايام القادمه زميلي احمد. صحيح. هل تم الاتفاق على برنامج اعداد لمباراه الاحد القادم ولا لسه مستر كولر ما حددش البرنامج او التفاصيل؟ لا بالتاكيد طبعا، يعني هقدر اقول لك البرنامج زي ما قلنا غدا هتكون راحه بعد غد تدريب فريق النادي الاهلي في تمام السادسه، يعني يستمر الفريق خلال الايام القادمه حتى موعد المباراه. يمكن بعض الناس كانت بتسال هل هيكون في معسكر بدري شويه زميلي احمد، ممكن الراجل يحاول يعمل 48 ساعه معسكر، لكن الراجل الحقيقه يعني حريص جدا على هذا الامر ان الامر ما يكونش زياده شويه، هم ال 24 ساعه المعتاده قبل المباراه اللي ممكن تعرف طبعا ما بيبقاش في تركيز كبير، ممكن يكون مردوده سلبي شويه على اللاعبين، لكن ان شاء الله باذن الله رغم الفرص واهدار الفرص في المباراه الماضيه، لكن انت عارف احمد يعني اكيد بيكون في جزء كبير جدا من ذهن لاعبي النادي الاهلي في المباراه النهائيه، عشان كده كنا محتاجين نكون في غزاره اهداف، محتاجين انصاف الفرص، لكن مباراه الدوري مختلفه بشكل كبير جدا على البطوله الافريقيه، شوطين اول مره نلعب شوطين في مباراه نهائيه، عشان كده ان شاء الله باذن الله يكون في تحضير وهدوء بشكل كبير جدا من الجهاز الفني واللاعبين، واللاعبين تكون عندها ثقه وفرصه كبيره جدا في المباراه الاولى، مش المباراه الاولى اللي هتحسم، المباراه الثانيه هي اللي هتحسم، ده اللي بياكد عليه مستر كولر، عشان كده الشوط الاول ينتهي نفكر في الشوط الثاني. فيا رب ان شاء الله كل المناخ والظروف تكون معانا وال11 تكون اهلاويه بمشيئه الله. بس تفرق معانا كتير قوي يا كريم انك تروح المواجهه الثانيه او الشوط الثاني من المواجهه في كازابلانكا وانت الاهدأ اعصابا وانت الاخف حملا، وبالتالي كل الضغوط تبقى على الفريق المنافس، تفرق معانا كتير جدا في مباراه هتكون صعبه طبعا الوداد على ملعبه وسط جماهيره، واحد من اصعب الفرق على مستوى قاره افريقيا. بالتاكيد طبعا المباراه تكون صعبه جدا، حضرنا اكتر من مره الحقيقه في مركب محمد الخامس، شفنا الاجواء وشفنا جمهور الوداد، لكن مباراه هنا بحضور جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي وبرغبه اللاعبين وبالتحفيز الكبير جدا اللي منتظرينه من جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله نقدر نحرز هدف واثنين وثلاثه، عندنا امل في كده وعندنا ثقه كبيره جدا في ربنا سبحانه وتعالى، لان لعيبتنا بتجتهد بشكل كبير وعندها امل وعندها حافز ان هي تفرح كل جمهور النادي الاهلي. صحيح. يا رب ان شاء الله باذن الله يكون معانا حافظ على اللعيبه، فيا رب كل الاجواء تكون معانا. والرساله اللي انت ممكن توصلها لنجوم النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي انكم مش بس على بعد ايام قليله من لقب غالي جدا ونجم 11 في تاريخ النادي الاهلي، لكنكم على بعد ايام من تكرار انجاز تاريخي هيصعب على اي حد تكراره بعد كده، وخصوصا طبعا انه الاهلي في فترته الذهبيه الاولى حقق نفس الانجاز بالفوز بثلاث بطولات، يمكن كانت بينهم بطوله وحيده خسرها امام النجم الساحلي، لكن ده هيعتبر تكرار الانجاز عظيم جدا، اعتقد انه هيحط اسمهم في اعظم في سجلات اعظم اجيال النادي الاهلي. بالتاكيد رساله مهمه جدا، والوعي الكبير اللي عند لعيبه النادي الاهلي، الخبرات اللي متواجده كباتن فريق النادي الاهلي، احدثهم في هذا الشق زميلي احمد، الكل بيتكلم في هذا الامر، هنكتب تاريخ، هنحقق مجد كبير جدا، المجد المتكرر ما بتشوفوش غير في النادي الاهلي فقط، ده ما بيجيش غير باقدام اللاعبين وبتركيزهم الكبير، عشان كده الامل موجود وربنا سبحانه وتعالى معانا، ينقصنا بس التوفيق ان شاء الله باذن الله. وايضا كمان النقطه المهمه جدا الحفاظ على بعض، مهم جدا ان اللعيبه تحافظ على بعض، ويا رب ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي على مدار الايام القادمه ويوم الاحد مشيئه الله تكون فرحه كبيره جدا للشعب المصري وليس جمهور النادي ان شاء الله. هنتابع بشكل يومي طبعا ساعات الاهلي لمواجهه الوداد. بشكر زميلنا العزيز كريم احمد من داخل النادي الاهلي في الجزيره، دي كانت اخبار تمرينه الاهلي النهارده. ارجع لضيفي اشرف ممدوح، هبدا من كلام كريم انه الفوز امبارح كان مهم، افدنا بيه صفحه الدوري بعلامه الكامله، اهم حاجات كسبها الاهلي من الثلاث محطات دول اللي هم بين قبل نهائي دوري الابطال امبي طلائع الجيش سيراميكا، اهم الايجابيات اللي اكدت عليهم الماتشات دي او المرحله دي، واهم السلبيات اللي لازم نشتغل عليها او نتداركها قبل ما نروح للمواجهه الاصعب والاهم مع الوداد. من اهم الايجابيات التفاهم والانسجام والتناغم اللي بقى موجود ما بين مستر كولر واللاعبين الجميع. يعني انا شايف انه وصلنا الحمد لله لمرحلة
انه الجميع متفاهم وعارف ومدرك قد ايه هو قيمته، قد ايه بتعلى في النادي الاهلي، وقد ايه ان تيشرت النادي الاهلي يستحق انك تبذل مجهود كبير جدا جدا عشان تبقى موجود في على الاقل حتى التشكيل 18 اللي موجودين، اللي بره زي اللي جوه. انا شايف ان الناس كلها بتشتغل الحمد لله بشكل رائع جدا جدا عشان يقدر يبقى متواجد وفي الصوره. الناس اللي بتبقى خير، يعني انا سعيد جدا جدا يا احمد بالناس اللي بره الصوره من فترات طويله وبترجع مستواها الحمد لله جيد، يعني ما تقدرش تقول انه محتاج وقت عشان محتاج وقت عشان يرجع تاني. يعني عندنا اسماء كتيره جدا، يعني مصطفى شوبير فاجئني امبارح ما شاء الله احنا بنتكلم عليه كتير على فكره انا وانت وعلى علي لطفي، وان هم على قدر المسؤوليه جدا، وان هم رجاله جدا، ان هم بيشتغلوا باقصى مجهود خلف الشناوي. على فكره يعني من ضمن الكلام لما بيجي وقت تحس ان الجمهور بيتكلم او السوشيال ميديا بتتكلم او حتى وسائل الاعلام تتكلم على انه الاهلي محتاج حارس مرمى، في نفس التوقيت ده بسمع من ناس متخصصين وناس كانوا حراس مرمى كبار يعني انه علي لطفي ومصطفى شوبير لو طلعوا او يعني راحوا بره الاهلي هيبقوا من افضل حراس المرمى في العالم. هيبقى الحارس الاول في النادي اللي هو فيه، وده طبيعي. مش بس هيبقى الحارس الاول، بيقول لك هتشوفوا حارس مرمى تقولوا احنا عايزين الحارس ده يجي النادي الاهلي. شوف في فتره من الفترات يعني انا كان عندي قناعه انه الشناوي الحمد لله ماشي بشكل جيد جدا، علي لطفي ماشي بشكل جيد، كان عندي امل انه مصطفى يخرج بره موسم يلعب ويلعب وياخد الثقه ويرجع. الحاجات دي بتدي، والنادي الاهلي الحمد لله الفترات اللي فاتت ادى ولاده كتير جدا من ده، يعني ناس كتير خرجت وشاركت مع انديه تانية ورجعوا بمستوى افضل بكتير من ان هو كان قاعد على الدكه او قاعد تمرين بس. مزبوط. فعايز اقول لك انه ناس كتير الحمد لله جهزت، يعني خالد عبد الفتاح وعبد القادر وشريف ومتولي وياسر ابراهيم، كل الناس اللي كانت السولية رامي ربيعه قفشه، اسماء كتير الحمد لله ابتدت ترجع. شفناهم في الثلاث ماتشات دول وقدموا دي ايجابيات كبيره جدا جدا طبعا، بالاضافه طبعا للتفاهم الكبير جدا مع مستر كولر. واضح خلاص ان الراجل الحمد لله تفهم بشكل كبير جدا عقليه اللاعب المصري وعقليه لعيب النادي الاهلي، وبقى في انسجام بشكل كبير جدا. كمان تفاهمهم للنواحي التكتيكيه والخططيه لمستر كولر، لان ده مهم جدا جدا ازاي تقدر تنفذ ده، اليه التنفيذ ده. وواضح جدا التفاهم اللي موجود الحمد لله في الثلاث ماتشات الاخرين دول، مع طبعا بطوله افريقيا ومع مشوار الدوري في الفترات اللي فاتت والسوبر وكاس مصر، الامور الحمد لله ابتدت تتضح بشكل كبير. خلينا دي مقدمه كويسه جدا ان انا ادخل في التفاصيل، بس خليني اسالك الاول سؤال. الانطباع اللي عند الجمهور انه مستوى الاداء الاهلي في افريقيا، رجاء رايح جاي، ترجي رايح جاي، اعلى بكتير كره الاهلي في سيبك من النتائج واللي سجلناه، يعني رغم انك انت ما استقبلتش، يعني انت رجاء كسبت 2 تعادلت 0-0، ترجي كسبت 3، احنا بعد كسبت 1-0، بعد دول مجموعات ما استقبلناش 2-0، طلايع 2-1 اعتقد، لا طلايع 2-0 طلايع 1-0 سيراميكا. فانت في يعني النتائج كلها انت بتسجل وما استقبلتش، وكل الماتشات انتهت لصالحك، لكن في النهايه اللي بيقولوا ان كره الاهلي الناس حاسه انه الكره اتقدمت في دوري ابطال في ليفل وكره اتقدمت في الدوري في ليفل، هل ده ليه ما يبرره من وجهه نظرك؟ انت شايف انه في افريقيا في الدوري اقل يعني الناس شايفه في ده يعني. لا يعني انا شايف انه بالاضافه لتنفيذ النواحي الخططيه والتكتيكيه لمستر كولر في سواء في افريقيا او في الدوري، ابتدى يبقى في انسجام كبير جدا جدا وتفاهم كبير جدا بين اللاعبين داخل الملعب، وده معناه انه خلاص انت تشبعت وتفهمت وادركت قد ايه الراجل ده بيشتغل، او اللاعبين تشبعوا من ده وفهموا ازاي الراجل عايز يشتغل الكره دي التيكا تاكا زي ما بنقول، ازاي بيقدروا يفكوا التكتلات اللي موجوده دي، لان مهم جدا في مباريات كتير احمد انت محتاج تشتغل داخل الملعب على فك التكتلات دي، خاصة في مباريات في افريقيا شفنا قد ايه في فرق بتقفل المساحات وتضيقها بشكل كبير، ازاي تقدر تفتح المساحات دي وتلعب على الاطراف وتخترق من العمق، لازم يبقى عندك شغل بشكل معين فني داخل الملعب. انا شايف انه في افريقيا الحمد لله الامور ماشيه بشكل جدا في الترجي والرجاء المباراتين الاخرين، 4 مباريات اللي خضناهم، وكان طريقة الاداء صحيح ما كانش فيها كره حلوه قوي، لكن انا ماتش الترجي النواحي الخططيه والتكتيكيه الترجي كان ذهابا وايابا كان فيها كره حلوه كان جدا كان فيها، بس يعني لو بتكلم على الرجاء مثلا هنا وهناك كان في نواحي خططيه اكتر شويه، نواحي التزام تكتيكي اكتر شويه. في الدوري الموضوع الارتياحيه خلي بالك بتدي ثقه كبيره جدا، يعني انت مرتاح بشكل كبير في الدوري الحمد لله، فارقين ب4 نقاط بلس
8 4 مباريات لسه مؤجله. طيب. انت بتتكلم في تقريبا 12 او 16 نقطه ان شاء الله يعني نقدر نفوز. انت محتاج من الدوري 15 بونت 10 ماتشات، عايز منهم 15 بونت توصل تحسم البطوله، خمس مباريات فانت مطشات. عندك ارتياحيه كبيره جدا، وده بيدي ثقه طبعا، يعني بيدي ثقه واداء كبير جدا. طيب تعال نفتح الودات ونشوف الملف فيه ايه، وخلينا نبتدي ب سفين فاندنبروك المدير الفني البلجيكي الرابع للوداد الموسم الحالي، واللي تولى المسؤوليه في 5 مايو بدات مسؤوليته لقياده الوداد. انا قبل المباريتين تقريبا بتوع صن داونز بس يعني. تعال نشوف البروفايل بتاعه. طبعا هو من مواليد سبتمبر 22 سنه 79، جنسيه بلجيكي، تولى المسؤوليه 5 مايو 23. سيبك من الايجنت، عنده 59 سنه يعني تقريبا، لا مش 59 سنة، عنده 21 و23 يعني في 43 سنة 44 سنة، وفي طريقته المفضلة 4-2-3-1. يمكن قلت لكم في بداية الحلقة أنه فاندنبروك كان تولى مسؤولية عدد كبير من الأندية في أفريقيا وحقق بطولات، يعني حقق طبعا مع الفتح الرباطي بطولة الكاس، كاس العرش 2021، وفي موسم 16-17 حقق مع الكاميرون بطولة أمم أفريقيا، لكن في الوقت ده كان أسيستنت كوتش، كان مدرب مساعد. دي بطولاته أو إنجازاته على مستوى الأندية والمنتخبات. طيب نروح بقى للأندية اللي تولى مسؤوليتها زي ما قلت لكم. بالظبط، كان مدرب مساعد في مع منتخب الكاميرون، ثم تولى مدير فني لزامبيا منتخب الزامبي، ثم تولى مسؤولية سيمبا في 15 موسم 19-20، تولى مسؤولية في ديسمبر 12 لغاية يناير 2021، ما طولش، ما قعدش كتير يعني، تقريبا مع لعب 4 ماتشات بس مع سيمبا، ثم الفتح الرباطي، ثم أبها السعودي، ثم الوداد المغربي. يعني الملاحظة المهمة في السي في للمدرب البلجيكي انه اشتغل في افريقيا بشكل كبير، يعني تقريبا كل خبراته واشتغل في المغرب كمان، اشتغل في المغرب مع يعني في افريقيا واشتغل في المغرب، فالوداد مش غريب عليه بالظبط. فيعني عنده خبرات في المعترك الافريقي ده، وانا شايفه مدرب جيد ومدرب متفاهم يعني ايه امكانيات لعيبته، خاصه بانت قوي في مباراتي صن داونز. وتولى المسؤوليه اعتقد قبل مباراه صن داونز الاولى، ويعني عنده خبرات، ودي اديته مساحه كبيره جدا انه يقدر يتفاهم يعني ايه فريق بحجم صن داونز، ازاي يسيب له الاستحواذ، ازاي يقدر يضغط عليه في مساحات معينه. قدر يخرج بنتيجه اللقاءين بفوز مهم جدا، اعتقد انه انجاز كبير بالنسبه للوداد. صحيح هو واخد البطوله في المرحله الاخيره، ولكن هو مشواره كله عباره عن معاناه في البطوله. صحيح لكن معاناه زي ما اتكلمت احمد، وانجاز كبير انه يوصل للفاينل. طيب. يعني قبل ما نسيب فاندنبروك المدير الفني للوداد الحالي، خلينا نقول لكم او نفكركم مره تانية. الحقيقه هو كان واحد من ضيوفنا في السادسه، احنا دايما طبعا بنتواصل مع النجوم والمديرين الفنيين الكبار على مستوى العالم كله مش بس افريقيا، وهو يمكن كان واحد من ضيوفنا في شهر اغسطس سنه 21 على وجه التحديد. كان في الوقت ده مسؤوليه الجيش الملكي، واتكلمنا معاه وسالناه، ولما جت القصة أو جه الحوار عند النادي الأهلي كان ليه كلام، تعال نفكر فيه، احنا نفتكره ونفكر بيه طبعا السادة المشاهدين. نشوف سفين فاندنبروك قال ايه للسادسة ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا أشرف ممدوح. بالتأكيد تابعت الأهلي في الموسمين الأخيرين وتتويجه بنسختين متتاليتين من دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، كمان تتويجه بالسوبر الافريقي ومشاركته المميزه في كاس العالم للانديه. يمكن ده مثال اللي كنت لسه بكلمك فيه، المقارنه بين القارتين امريكا الجنوبيه وافريقيا، وقدره الاهلي على تخطي بالميراس البطل البرازيلي وبطل امريكا الجنوبيه. ازاي شفت نسخه الاهلي وتقييمك لاداء الاهلي مع موسيماني؟ حينما رايت مباريات الاهلي تحتم علي ان اقول أن الأهلي في دوري الأبطال الأهلي أعطى أداء رائعا وصورة لأداء فريق متطور ومحترف. الأهلي لديه فريق عظيم ولديه مدرب عظيم،
فبالتالي أن تحافظ على فريق لمدة عام أمر جيد، لكن أن تحافظ على المستوى لأكثر من عام فهذا أمر رائع. الأهلي لديه فريق رائع، مهارات فردية على المستوى الفردي لكثير من اللاعبين، فأعتقد أن هذا الأمر يميز الأهلي عن باقي الفرق. أكثر اللاعبين المميزين اللي تابعتهم في مشوار النادي الأهلي؟ I must say that when the left defender. أعتقد أن علي معلول المدافع الأيسر للأهلي لاعب رائع. حسن الأداء كثيرا من هذا الجانب. والأهلي لديه جبهة قوية هجومية جدا من الجانب الأيسر. وهو مفتاح جيد جدا لفريق الأهلي في السنتين الأخيرتين. وجعل الأهلي في مستوى عالي جدا. وأعتقد أن حارس المرمى أيضا. وأعتقد أيضا لديكم بواليا لاعب رائع أنا أعرفه. أعتقد أنه سيستطيع أن يؤدي بشكل أفضل إذا لقي الدعم من لاعبي خط الوسط أكثر، كما يحدث مع محمد شريف. يستطيع أن يندمج مع هؤلاء اللاعبين محمد حسين الشحات ومحمد شريف. أعتقد أن بواليا فالفريق فريق جيد جدا. الكلام ده من سنة ونص طبعا. في الفترة دي كان مستر بيتشو موسيماني هو اللي بيتولى مسؤولية النادي الأهلي، لكن واضح انه زين فاندنبروك عارف الأهلي كويس، متابع الأهلي من زمان، عارف قيمة وقدر النادي الأهلي، وبالتأكيد مواجهة يمكن تكون أصعب على فاندنبروك أكتر من مستر مارسيل كولر لأسباب كتير، مش بس فكرة انه الأهلي بيتأهل للموسم الرابع على توالي نهائي دوري الأبطال، ولا لأنه الأهلي ليه إنجازات على المستوى العالمي، لكن كمان لأنه مستر كولر بدأ الموسم من بدايته، وبالتالي هو أكثر إدراكا وإلماما بأوراقه بمواطن قوته ومواطن ضعفه، ويقدر يكون عنده أريحية وهو داخل على مباراة نهائي دوري الأبطال، بعكس سفين فاندنبروك الحقيقة في موقف صعب جدا، تولى المسؤولية منذ شهر وهيلاقي في خلال أيام غول افريقيا النادي الاهلي في مباراتين الجوله الاولى طبعا في القاهره يوم الاحد اللي جاي. تعليق على كلامك سليم جدا، لانه يعني تقريبا مش تقريبا هو بيواجه في شهر اقل من شهر اقوى فريقين موجودين في القاره الافريقيه، يعني أيوه. الاهلي وصن داونز، وبالتالي مواجهات صعبه جدا، ولكن واضح ان هو ملم، يعني حتى من تصريحاته من سنتين فاتوا أيوة. هو ملم جدا وعارف بالكره الافريقيه وعارف كويس قوي وشريف طبعا حجم وقيمه النادي الاهلي ولاعيبته، وبالتالي يعني هو بيدرس بشكل جيد. عشان كده بقول لك هو مدرب جيد، ويعني مسيرته بتقول انه فاهم ومتفاهم الكره الافريقيه بشكل كبير يعني. طيب نقرب بالوداد معاك يا اشرف، اتفضل تيجي تاخدنا للدوري المغربي، ترتيب الوداد ومشواره الموسم الحالي. يعني الوداد في الترتيب الثاني بعد الفوز على المغرب التطواني المباراه الاخيره 2-0 في الترتيب الثاني خلف الجيش الملكي ب 56 نقطه، ويعني خلف الجيش الملكي بنقطه واحده بس، والفوز المباراه السابقه قربه بشكل كبير من المنافسه على البطوله. اعتقد انه عنده نفس الفكر يا احمد، يعني لو بتتكلم عن الاهلي والوداد الموسم ده احنا يعني بنتكلم انا وانت من فتره طويله على السبعيه في الموسم ده ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله نقدر نحققها باذن الله تعالى، ولكن الوداد كمان عنده امال كبيره جدا في انه يحصد ثلاثيه البطولات في مشواره هذا الموسم، سواء الدوري او الكاس او بطوله افريقيا، وبالتالي عندهم امال كبيره جدا جدا ان هم يقدروا يحققوا بطولات كبيره الموسم ده، وده بيصعب المباراه وبيخلي تركيزنا اقوى، لان انت بتواجه فريق جيد وفريق عنده امكانيات كبيره وفريق كمان عنده طموحات كبيره جدا هذا الموسم. الفوز الاخير طبعا على المغرب التطواني الوداد بيديهم ثقه بالتاكيد وارتاحيه. طيب. رغم حتى تصريحات فاندنبروك في المؤتمر الصحفي انه زي ما مستر كولر انا مش راضي عن النتيجه ومبسوط بيها، لكن مش راضي عن الاداء، وهيبقى ليا كلام كتير مع اللعيبه. برضو فاندنبروك قال انه مش راضي على نفس القصه في مباراه المغرب التطواني. تعالى بس ناخد الناس كده معاك لجوله مع لاعبيهم، مين اللعيب، مين مفاتيح اللعب او اخطر اللاعبين في فريق الوداد، على الرغم حتى انه ميجيل جاموندي المدير الفني السابق للوداد كان معانا النهارده في الحلقه وقال انه
لعيبه الوداد بتعاني، في لعيبه رحلت، في لعيبه مستواها متراجع، في لعيبه راجعه من الاصابه. صحيح. فخلينا نشوف كده الهدافين والاكثر صناعه للفرص والاهداف. يعني بولي جونيور سامبو، اعتقد سامبو ده الفيرود بتاعهم، الفيرود و12 هدف، هو بالفعل يعني لاعب مميز جدا، قوه جسمانيه كبيره جدا. هم عندهم المغاربه عموما والوداد تحديدا عندهم يختاروا العين اللي بتجيب، بالذات الفراوده. ده صحيح. الكلام ده بشوفه في نهضه بركان، بشوفه في الرجاء، بشوفه في الوداد، الفراوده اللي بيجوه يعني من افريقيا مميزين جدا، جد. عينيهم كويسه جدا، جد. وبيركزوا احنا وبيطيروا يعني ما بي يعني ما بيستنوش كتير عندهم فعلا في الدوري المغربي. يعني موسم اثنين بتلاقيهم طاير على اوروبا او الخليج، يعني ده تسويق بشكل جيد، ونتمنى ان شاء الله يكون عندنا. هم يجيدوا الاستثمار في المحترفين جدا جدا، يستفيدوا منهم فنيا موسم او اثنين، وبعد كده يستفيدوا منهم ماديا في نقطة مهمة جدا واتكلمت انا فيها وانت كتير برضو، انه لازم يبقى عندك متابعة بشكل كبير للدوريات في أفريقيا، ومتواجد هناك بشكل كبير، عشان يبقى عينك تعرف تختار بشكل جيد، عشان تعرف يعني تجيب التسويق أو تعمل التسويق ده بشكل جيد، يبقى عندك لاعب أو اثنين أو ثلاثة بيلعبوا عندك تقدر تسواهم بشكل كبير. لازم متابعة بشكل كبير ومتواصل والفترات طويلة، مش بس تمام. النهاردة لاعب ده أحرز 3 4 أهداف أو 10 أهداف طارت يبقى لاعب كويس، لا يعني هو معاك في ده اللي بيحصل دايما في أفريقيا وفي في المغرب وفي الجزائر وفي السعودية تحديدا. تمام. طيب احنا النهارده بنتعرف، بس يعني النهارده بنتعرف كل واحد من دول هنتكلم على بروفايله بشكل كامل بس في الايام اللي جايه. خلينا نكمل مع اشرف بقيه اللعيبه، واذا كان سامبو يمكن المهاجم والهداف الخطير بتاعهم، انا بشوف ايمن حسوني واحد من اخطر اللعيبه اللي موجوده، افضلهم بيعتمدوا عليه بشكل كبير لانه صانع العاب وكورته جيده جدا، بيعتمدوا عليه بشكل كبير جدا في التمريرات وفي صناعه الاهداف، وبيسجل كمان، هو بيسجل بنفسه. صحيح. يعني بيسجل. عنده 8 اهداف ولكن هم بيعتمدوا عليه اكتر بشكل كبير في صناعه الاهداف وتنويع طريقة اللعب. يعني الحقيقة لاعب مميز جدا ومهاراته عالية كبيرة جدا. يعني أرسن زولا كمان من اللاعبين المميزين، ده محمد عبد المنعم بتاعه. يعني ده بجد لاعب مميز جدا يعني، مساك او سنتر باك، وكمان هداف يعني هداف، احرز 3 اهداف. يعني انطلاقاته الهجوميه مميزه جدا، عنده لياقه بدنيه كبيره جدا جدا، ما بيفقدش الكره بسهوله. يعني لاعب من اللاعبين المميزين جدا كمان، والرقابه عنده مميزه. يعني الحقيقه انا شايفه من افضل اللاعبين الموجودين في بطوله افريقيا في الموسم ده. اعتقد سيف الدين بهرة يمكن هدفين، ولاعب يعني هو رايت وينجر، جناح يمين، جناح يمين، ومن اللاعبين المميزين بيعتمد عليه اكتر في المباريات الخارج ملعبه. يمكن شويه لياقته البدنيه كبيره عاليه، قوه جسمانيه كبيره، يمكن ده بيدي شويه. انا عشان كده بقول لك انه فاندن بروك عنده تفهم كبير لنوعيه الفرق في افريقيا، وازاي بتقدر تواجه سواء خارج ملعبك او داخل ملعبك، تعرف تنويع طريقه اللعب، اختيار العناصر اللي تقدر تخدم طريقه لعبك دي. عشان كده بقول لك في بعض المباريات التشكيل نفسه بيختلف، اختيار اللاعبين، نوعيه اللاعبين بشكل معين، كمان طريقه اللعب بتختلف. يمكن ونجم بقى طبعا، ونجم مش غريب علينا طبعا، مش غريب يعني. لاعب مميز ولعب معانا، لعب ضدنا يعني، ولكن مستواه مع الوداد مختلف الحقيقه. يمكن توظيفه، يمكن ارتياحيته او نفسيا هو افضل هناك. انا شايفه هناك مستوى افضل كتير جدا جدا وقت ما كان فيرجن احسن من اللي كانت موجوده طبعاً هنا في مصر. طبعا يعني انا اتفرجت عليه كتير في مع الوداد، نسخه افضل بكتير جدا. بتتكلم على انه ونجم علي معلول هتبقى برضو جابها وارده، معركة طبعا يعني احتماليه وارده جدا. ونجم من خدوا بالكم، هو الارقام، ونجم كهداف مش كبيره او سجل هدف، لكن هو اكتر واحد بيصنع في الفريق، اكتر واحد صناعه، متحرك جدا جدا، الاسيست رائع جدا، الفينش في الكروس مميز جدا جدا ونجم فيها. كمان عنده سرعات كبيره. لا انا شايف ان نسخته الحاليه افضل بكتير من مكان متواجد في مصر. طيب نيجي على مستوى الصناعه، طبعا ونجم زي ما قلنا هو افضل صانع للاهداف عندهم، بيعتمدوا عليه بشكل كبير كمان يعني في النواحي الهجوميه.
يحيى عطيه الله يمكن تاني واحد باك ليفت، تاني واحد في صناعه الاهداف. اللاعب مميز يمكن عنده بطء شويه سنه، ولكن الفينش بتاعه في الكروس مميز جدا، تصويباته مميزه، احساسه بالمكان مميز جدا، ولكن في عنده عيوب قاتله جدا في التمركز وفي انه بيترك مساحه كبيره. يعني لما بتكلم عن علي معلول مثلا، عنده الناحيه الهجوميه بيأديها بشكل رائع، كمان الناحيه الدفاعيه هو عارف واقف فين، عارف مهام مكانه فين او كباك ليفت يعني. وبالتالي يمكن يحيى عطيه الله اعتقد ان ممكن يكون في بشكل او باخر مستر كورر اعتقد ممكن يعتمد شويه على انه ممكن يكون في خلف في ظهره، ممكن يبقى في نواحي هجوميه اكتر للنادي الاهلي ان شاء الله. تمام. سيف الدين بحري يمكن صنع 3 اهداف، اتكلمنا عنه. اسماعيل المترجي، اسماعيل المترجي صنع 3 اهداف برضه، وفي وسط الملعب يعني لاعب مميز برضه، تصويباته يعني بيصاب بشكل جيد جدا يعني. طيب دول ابرز اللاعبين. خليني اشوف مع حضراتكم او اصعد معاكم المعدل تسجيل واستقبال الاهداف بالنسبه لفريق الوداد في البطولات. الارقام دي بطولات محليه. هم سجلوا اجمالا 39 هدف واستقبلت شباكهم 19 هدف في الموسم الحالي. نبتدي بالتسجيل، نبتدي معدلات التسجيل. 39 هدف يعني اعتقد انها نسبه يعني متراوحه ما بين بدايه الشوط الاول متوازنه يعني متوازنه توازن بدايه الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني نهايات الشوط الاول، بدايه الشوط الثاني ونهايات الشوط الثاني، هي دي اعلى بدايات الشوط الاول ونهايات الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني ونهايه الشوط الثاني. يعني ده بيقول لك برضو ان هم 90 دقيقه واقفين، 90 دقيقه مركزين بشكل وقفين. جيد. وخلي بالك من اهم النقاط عندهم انه النواحي البدنيه عندهم كبيره جدا او عاليه جدا، وده بيساعدهم في الضغط الكبير على المنافس. صحيح كان في بعض الاستحواذ في مباراه سان داونز شويه لسان داونز في بعض الاجزاء من المباراه، لكن إيه؟ الضغط كبير جدا عليهم. يعني سان داونز اللي بيعدوا عليها اصابع الندم زي ما بيقولوا، ان هم حسوا ان التاهل خلاص محسوم ليهم بمجرد ما تعادلوا في المغرب 100% بس. لكن هم لو اتعاملوا مع المباراه ان هم خسرانين في المغرب، سان داونز كان كسب الوداد. صحيح. وضيعوا كتير في مباراه العوده. انا بقول لك هم بمجرد ما خلصوا مباراه المغرب سان داونز قال انا في النهائي خلاص. يعني حتى لو تابعت الصحف هناك ادوهم احساس كبير ان هم خلاص عقليتهم الكلام اللي بيتقال عليهم في البطوله طول من اول من بدايتها، سان داونز مرشح الاول، سان داونز الفريق الذي لا يقهر، سان داونز ان هو دفاعه الحقيقه يعني عندهم مشاكل كثيره دفاعيه، مشاكل كثيره جدا جدا جدا. واحنا بس لو كنا بنص حالتنا في ماتش القاهره كنا شايلينهم كتير. بس في النهايه هم راحوا من المغرب، تحركوا من المغرب على ان هم خلاص بيفكروا في المباراه النهائيه. صحيح. هي دي غلطتهم الحقيقه. طب نشوف معدل استقبال الوداد. لا الاستقبال بقى نجيب الاستقبال للاهداف لانه ده يهمنا احنا اكتر. باذن الله باذن الله باذن الله نمره واحد، لابد من حرمان الوداد من التسجيل في القاهره، دي اهم حاجه يعني. نشوف استقبال الشباك الاهداف الوداد للاهداف، معدلاته او توقيتاته بتبقى على مدار متوسط طبعا على مدار الموسم. هنلاقي دايما انه النهايات يا اشرف نهايات الشوط الاول او في الدقيقه 31 ل40 في النهايات دايما التركيز بيقل، المعدل البدني يمكن بيقل، فبالتالي الاخطاء بتكتر. انا اعتقد مش معدل بدني اكتر من تركيز زي ما قلت يا احمد. يعني لانهم معدلات البدنيه عندهم كبيره جدا، لكن التركيز والسرعه بشوف ان هم بيرجعوا الشوط الثاني يعني بشكل جيد جدا. لكن في النهايات دايما يعني في نهايه الشوط الاول ونهايه الشوط الثاني بتلاقي السرحان وعدم التركيز. وده اللي اخدت بالك في انا اتفرجت عليهم كتير، يعني في سرحان كبير جدا جدا في خط الظهر عندهم او خطوط الدفاع عندهم، في سرحان في عدم التمركز وفي الرقابه وفي وده بيدي لك مساحه للقدره على انك انت تركز قوي لمده 90 دقيقه، بالذات لما يبقى في ضغط عصبي عليك. انت النهارده بتلعب نهائي دوري ابطال، بالتالي هي بالنسبه لك واحده من اهم مباريات عمرك. صحيح. عمرك في الملاعب كله انت بتلعب واحده من اهم ماتشات حياتك كلها. صحيح. عشان يكون عندك قدره على 90 تركيز 90 دقيقه ده شيء صعب جدا جدا يا اشرف. طبعا يعني لو احنا بنتكلم على القدرات اصلها طبعا يعني مش دي حاجه الواحد بيقول انا هركز 90 دقيقه فيركز 90 دقيقه. لا دي امكانيات وقدرات عقليه وخبرات وتراكمات لمشاركات قبل كده عشان تقدر تطلع. طبعا بالاضافه اللي انت بتقوله ده، الاحصائيات اللي عندنا دي بتقول انه دي معدلات او احصائيات على مدار البطوله.
وده يدي لك مؤشر انه بالفعل هم عندهم سرحان كبير جدا وعدم تركيز كبير جدا في نهايات الشوطين الاول والثاني. وده ان شاء الله يدينا احنا الحمد لله مميزين في النادي الاهلي انه حقيقي. عندنا نهايات تركيز نهايات دايما نهايات في التركيز الحمد لله بشكل جيد. يعني نروح لا عايز طريقه اللعب، عايز نشوف طريقه اللعب والتشكيل الاساسي اللي لعبوا بيه مباراتهم الاخيره امام سان داونز في دوري الابطال. طبعا لعبوا في المباراه دي بعد تحقيق نتيجه تعادل سلبي في الدار البيضاء، سافروا لجنوب افريقيا عشان يواجهوا سان داونز في مباراه العوده، فكان اختيار فاندنبروك في المباراه دي نلعب بطريقه 4-3-3. المطيع ده مش الحارس الاساسي، المطيع ده بديل التكناوتي وخد فرصه في الفتره الاخيره وبيقولوا عليه انه اثبت جداره يعني في المباراه. اتفضل يا اشرف. لا, لا اتفضل انا هعلق معاك. اتفضل. طيب المطيع عطية الله باك شمال، زولا اللي احنا اتكلمنا عليه المدافع او السنتر باك الهداف، ابو الفتح مساك، والعملود باك يمين. صحيح. في النص الملعب بيلعب بثلاثه، حيمود وجعايدي ويحيى جبران، وبيلعب اوناجم لعب باوناجم جناح يمين، ولعب بسامبو راس حربه، ولعب بالمترجي جناح شمال. صحيح. ده كان تشكيلهم او دي كانت طريقه اللعب في سان داونز اللي ممكن تكون مختلفه شويه عن طريقه لعبه في كازابلانكا في ملعبه في الدار البيضاء، وده ممكن يكون الطريقه الاقرب من وجهه نظرك الاقرب لطريقه لعبه هنا امام النادي الاهلي 4-3-3، وده غالبا اللي هيلعب بيه عشان بيضايق المساحات وبيقفل المساحات على لاعبي النادي الاهلي. خلي بالك هو من نوعيه المدربين اللي بيضايق المساحات بشكل كبير جدا، وبيبقى عارف يعني دارس بشكل جيد اماكن الخطوره للمنافس، ويبتدي يقفل ويضيق المساحات على الجبهه دي سواء اليمين او الشمال او لو انت بتخترق من العمق. يعني عنده فكر جيد بشكل كبير، واعتقد بعض اللاعبين عنده بيقدر يستغلهم في الهجمات المرتده، خاصه في المباريات اللي خارج ملعبه زي سامبو زي ما اتكلمنا عنه، عنده سرعات كبيره جدا، ونجم في الناحيه الثانيه بيبقى من اللاعبين اللي عندهم سرعات كبيره بشكل جيد. مشكله لعب الاهلي او ستايل لعب الاهلي الفتره الاخيره فكره الاستحواذ والضغط على الخصم من والتنويع، وده مهم جدا تنويع لكن خليني اقول مع فريق زي الوداد يا اشرف ده بيخلق مساحات مساحات شفناها في كل مباريات الاهلي اللي فاز فيها. صحيح انك ما استقبلتش حقيقي، ما حدش قادر يترجم ده، لكن المساحات كانت موجوده، كانت موجوده في امبي، كانت موجوده في الجيش. صحيح. وكانت موجوده في امبارح مع سيراميكا. المساحات دي مع الوداد ممكن تبقى صداع كبير، ممكن تبقى مشكله كبيره جدا. لكن عايز اقول لك ان هرجع لك تاني لفكره الارتياحيه في الدوري مخليه شويه اللاعبين عندهم مش كسل، ولكن يعني ارتياحيه ان هو خلاص الدوري يعني الحمد لله بشكل كبير انت مطمن بشكل كبير. لكن في مباراه زي ما انت قلت يا احمد، مباراه فاينل افريقيا، لا في تركيز كبير جدا في تضييق المساحات. عايز اقول الروح بتبقى مختلفه للنادي الاهلي في مباريات النهائيات زي ما بنتكلم عن بطوله افريقيا، وبالتالي اعتقد التركيز هيبقى كبير، والروح القتاليه العاليه جدا هتفرق في انك انا ممكن ابقى النهارده علي معلول زايد، ممكن تلاقي فيرويد هو اللي بيرجع ويقفل مكان علي معلول. في المباريات دي بتفرق الروح دي، وبتفرق بيفرق التركيز بشكل كبير. لكن انا متفق معاك طبعا انه المساحات مع الوداد هتديهم فرص خطورة كبيرة كتير جدا. وخطوره كبيره جدا. وانا بتكلم على الماتشين اللي جايين في دماغي، لانه الكلام ده قريب جدا في نسختين، النسخه اللي فاتت على طول، النسخه الاخيره والنسخه اللي قبل اللي هي النجمه التاسعه اللي هي بطوله اللي خدناها على حساب الزمالك. الاهلي تقابل مع الوداد في النسخه دي في الدور قبل النهائي وفاز عليه ذهابا وايابا، وقدم واحد من اقوى عروضه قدام الوداد في المغرب وفي القاهره. ونسخه في النهائي طبعا ليها ظروفها وملابساتها، لكن هي كان في نسخه من الوداد انا قابلتها في نهائي دوري الابطال. ايه الفرق بين الثلاث نسخ؟ ايه الفرق بين النسخه اللي انا كسبتها ذهابا وايابا، والنسخه اللي انا قابلتها في نهائي دوري الابطال، والنسخه اللي انا هقابلها يوم 4 ويوم 11؟ يعني خلينا نتكلم عن البطوله الاخيره 22، احنا اتفقنا ان ليها ملابسات معينه وانها مباراه واحده وكانت سيبك في المغرب من نتائج يعني المواجهات. لا خلينا نقول احنا في ثلاث نسخ للوداد، نتكلم عن نسخ على نوعيه اللاعبين والامكانيات على تيم. انت شايف التيم ازاي يعني 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 وانت رايح للوداد اول مره؟ بصراحه انا كنت يعني شايل هم المواجهه جدا، متخوف جدا ومتخوف جدا جدا جدا، وعامل حساب للوداد. يعني انا قلت الاهلي لو عدى الوداد
كان ساعتها الزمالك بيواجه الرجاء في الناحيه الثانيه. صحيح. قلت الاهلي لو عدى الوداد هياخد بطوله، ايا كان مين هيكسب، رجاء زمالك، هياخد البطوله. ففوجئت بانه الاهلي بيكتسح الوداد في ملعبه وبيرجع هنا يعمل عرض عظيم جدا، والشحات بيجيب جون مزيكا من الاهداف التي لا تنسى يعني. صحيح. وبتكسب الوداد بمنتهى السهوله. والسنه اللي فاتت سيبك من الظروف وسيبك من انه في ظلم الى اخره، لكن في نسخه وداد كانت موجوده في الملعب قدامي بتلعب كوره. النسخه اللي جايه ايه الفوائد؟ وكانت مع مدير فني مميز جدا، كان وليد الركراكي طبعا يعني، الركراكي اللي خد المغرب عمل كسر يعني. بيهم الدنيا في كاس العالم. ففي النهايه نسخه الوداد اللي جايه اقرب لاي نسخه منهم، او ايه الاختلافات بينها كتيم؟ انا مش بتكلم على افراد ولا ككوره يعني، بتكلم على 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 نسخه اللاعبين اللي عندنا. لو انت فاكر الفتره دي احنا كنا متخوفين جدا، لان اللاعبين كان لسه ما عندهمش الخبرات الكبيره في افريقيا وكنا متخوفين جدا. ومستر موسيماني كانت اول مواجهه ليه، اول ما استلم المسؤوليه وكان في تخوف كبير جدا من النتائج ومن النواحي الانهزاميه شويه اللي كانت موجوده، وعدم تحقيق نتائج جيده، و يعني لاعبي النادي الاهلي كان لسه ما عندهمش خبرات كبيره في افريقيا. ما كانوش ابطال افريقيا، فجونا الحقيقه وقتها، والبطوله كانت بقى لها كتير قوي غايبه ومعندك وبتوصل نهائي وبتخسر، ويعني يعني كان تحدي كبير جدا جدا لمستر موسيماني والجهاز الفني وكمان للاعبين، وتحدي اقوى واكبر لمجلس الاداره اللي تم اختيار مستر موسيماني وقتها. يعني بنفكر الناس بس، لكن كانت مراحل مهمه، لانه القرار احيانا بيكون يعني يا اما صائب بنسبه 100%، يا اما انت هتشيل مسؤوليه بتشيل مسؤوليه كبيره جدا. طبعا. فاعتقد انه كان قرار صائب جدا، وتم التعاقد تم الحمد لله. اعتقد ادوا 3-4 مواسم الجيل ده، عشان كده احنا لغايه النهارده في مجموعه كبيره جدا موجوده ومتواجده من نفس الجيل ده مع النادي الاهلي الفتره دي، وبنقول دايما بنشيد بيهم، لانه انت هنرجع تاني ونقول ان ما عندهمش كل الامكانيات الكبيره وقت في وقت من الاوقات كان كل الـ الادوات موجوده، جمهور ومجلس اداره ودعم مادي ودعم في كل الاحوال، ولكن الحمد لله ابتدت الامور ترجع بشكل كبير. طبعا دعم مجلس اداره موجود، الجمهور موجود، ولكن مش متواجد بشكل كبير في مدرجات، لكن الحمد لله ابتدى يرجع تاني. اللاعبين ابتدوا ياخدوا خبرات كبيره جدا، وده الفارق ما بين النسخه اللي بتتكلم عنها والنسخه الحاليه، وده واضح. يمكن نبعد شويه بس دور المجموعات اللي دايما بيبقى عندنا ازمه فيه، لكن خبرات لاعبي النادي الاهلي بتظهر قوي ما بعد كده. شفنا امام الرجاء، شفنا امام الترجي التونسي قد ايه خبرات لاعبي النادي الاهلي قدرت تحسم المباريات دي بسهوله وبشكل مميز جدا. الوداد انا شايف ان هم رتب لي الاول الثلاث نسخ قبل ما تقول لي وجهه نظرك في الوداد. رتب لي الثلاث نسخ عندك، ثلاثه فيرجن، فيرجن النادي الاهلي 2019، فيرجن السيزون اللي فات، فيرجن الموسم الحالي اللي هيقابل الاهلي في النهائي. انهي فيرجن اقوى؟ انهي فيرجن نمره 2؟ انهي فيرجن نمره 3؟ انا شايف الموسم ده الكمال اكتر شويه يعني. الوداد افضل؟ لا انا بتكلم على الاهلي. لا بتكلم على الوداد. الوداد لا احنا طبعا انا معاك. افضل مع افضل كتير. مع كولر افضل كتير. لا احنا ان شاء الله افضل كتير، ولسه رايحين ان شاء الله لحته ثانيه خالص ان شاء الله. يعني مع مستر موسيماني شويه كانت الروح شويه معاك. لكن انا بتكلم على الوداد. انهي نسخه اصعب؟ الوداد انا شايف وليد الركراكي كان عامل وليد الركراكي جدا يعني، كان عامل نسخه مميزه جدا جدا للوداد. يمكن انا شايف ان الوداد الموسم ده يعني الفتره دي هو اقل الفترات نسخ في التاريخ، اقل النسخ، رغم ان هم بيمتلكوا مجموعه مميزه وعندهم امكانيات، لكن اقل النسخ اللي موجود فيها الوداد في المشوار كله يعني. اعتقد يعني نهارت الدنيا، الوقت بيجري معاك بسرعه جدا، وكلامنا على الوداد ما خلصش، عندنا كلام كتير جدا هنقوله في الحلقات اللي جايه. هنتابع معاكم زي ما وعدتكم يوم بيوم باذن الله ان شاء الله واثقين، وباذن الله ان شاء الله موفقين في حسم البطوله ال11 في تاريخ النادي الاهلي. بشكر اشرف ممدوح على وجوده معانا، نورت يعني. سعيد جدا جدا بوجودي معاك، وان شاء الله ان شاء الله ال11 باذن الله نجم موجود في النادي الاهلي ان شاء الله. موسم السبعيه زي ما بنقول دايما، ان شاء الله باذن الله موسم من اروع المواسم للنادي الاهلي. شكرا على المتابعه، بكره حلقه جديده من السادسه، تحياتي لكم.